شفت نفسه بالضبط. البكتيريا مالتنا غير عن هناك، فاذا رحت هناك طاحت قفشه، طاح اي شيء تحت، لا تاكلونه، انتبهوا على طول قسلوه. زين اهل الشاليه نفسهم عادي ياكلون، بس انتم لا. ليش؟ لان جسمكم ما تعود على نوع هذا من البكتيريا. واضح. شنو نسوي احتياطات؟ شوفوا، رقم واحد بكتيريا نافعه، فيتامين د، حطوا برتقال، خلي ياكلون برتقال، يعني خلوا السناك مالهم برتقال. شلون قاعد يلعب عزوز؟ خلوه امسك برتقال، مو هني يروح مستشفى، عطوه برتقاله. مريوم حسوا تعال مقشر لكم برتقاله، يلا كلنا خلينا نسوي مسابقه البرتقال، اكلوا برتقال. واضح. برتقال شو يسوي؟ يقوي الخلايا المناعيه. واضح. وكثر ما تقدرون بس تروحون اماكن ثانيه واكلوا اليهال سمك كثر ما يقدرون. ليش؟ لان السمك اول شيء فيه زنك، الزنك شو يسوي؟ يقوي الخلايا المناعيه، وفيتامين سي يزيد خلايا المناعيه. واضح. وثاني شيء سهل حق الهضم، ما يقعد بطنه يعوره. بكتيريا نافعه، فيتامين د، برتقال. لا يشربوا العصير، احسن قشروا لهم خلي ياكلون. والله يديم الصحه عليكم ان شاء الله، وما تشوفوا ان شاء الله. في حقي انا شغله ابو ضاري، خذ لك برتقاله. افضل الاشياء اللي تعزز الكولاجين شنو؟ الفلفل البارد. تحب بشرتك حلوه، مفاصلك، جلدك، شعرك، ضروري جدا فلفل اخضر. زين اسالني ليش فلفل اخضر؟ لانه يحتوي على فيتامين سي اكثر من البرتقال. وايضا الفلفل الاخضر عشان يحتوي على فيتامين سي، ساعات تلاحظ ناس لفتها تنزل دم، هذا ما في ترابط قوي بالانسجه. من اللي يخلي الترابط قوي؟ فيتامين سي. وين موجود؟ فلفل اخضر. خلونا نشوف الموزه. زين سكرياته جدا عاليه، ولكن انا احب الموز. متى افضل اوقات تاكل فيه موز؟ الموز يحتوي على المغنيسيوم وغير فيتامينات المعادن. افضل وقت بعد المجهود، مو قبل المجهود. ليش؟ المغنيسيوم راح يرخي عضلاتك ويمكن يجيب لك النعاس. خلصت تمرينك او خلصت مشي او قبل لا تنام، طق لك موزه. اوكي، تبون شيء يطلع الماي الزايد من الجسم؟ ترى انت ممتين، انت ممتينه، ترى اللي زايد بجسمك الماي محتبس داخل. زائد في اشخاص بشرتهم جافه، تبون بشرتكم رطبه شي نفس البيبي او نفس بضاري؟ يلا ما عليك، ما شاء الله. شنو؟ تعال. والناس اللي عندهم اليوريك اسيد عالي لما يمشون يحسون الام بالمفاصل النغزات، تعال. الكرفس، هذا هو السلري. وايد ناس، ايوه هذا، تجيب لك عودين تقطعهم كذي صغار، تخليهم وتحطهم بالخلاط مع ماي ونص عصره ليمونه. طق لك واحد الصبح واحد العصر، مو قبل النوم لانه ما راح تنام، كل شويه تروح الحمام. هذا هو، اوكي؟ داوم عليه، خله بحياتك، خله. ومن تختفي اعراضك وبشرتك تصير زينه، خله مثلا مره بالاسبوع، اوكي؟ هذا هو، داوم. هذا هو.